هكذا تحدث سعد الشهر. اتفاق له أفضال كبير على سعد الشهري. أكثر المتفائلين حقيقة في الاتفاق لم يكن يتوقع صحيح. أن يصل الاتفاق إلى المنافسة صحيح. الآن على مقعد آسيوي أو حتى على مراكز الأربعة. محمد من اللعيبة اللي دائما حريص على أنه يخدم النادي بشكل كبير. إحنا حنبحث عن الاستقرار بشكل أكبر واستقطابات فقط محدودة لدعم الفريق. شهادة الكابتن محمد الخراشي الأب الروحي للمدرب السعودي أعتقد دائما ما تكون هي دائما المحفز لنا لتقديم الأفضل في كل مرحلة من المراحل. متى ما طلب من سعد الشهري تواجده في أي مجال أو في أي مكان في المنتخبات سأكون ملبي لهذا النداء. الاتفاق في ذيك المرحلة كان يحتاج أعتقد جميع الخلطات، كان يحتاج نعم. أمور فنية، أمور نفسية، أمور بدنية، أمور ذهنية، ولكن ولله الحمد أنا أقول توفيق من الله سبحانه وتعالى. جولتين، ست نقاط مهمة بالنسبة لنا، سنقاتل من أجلها أيضا حتى نصل بالاتفاق في النهاية إلى المكان الطبيعي.